الجياكا، وإن كانت نوعا من أنواع الشاحنات فالحديث عنها ليس من قبيل استعراض المركبات القديمة، بل لتميزها بالمقاومة وتعلق البدو الرحل بها. يخدم لدينا اش خيرنا وثيق وثيق راه شفنا كيما يدخلوا هنا دخلوا واحد الكمين هنا من بعدنا شنو مشاو في رايت باعوا في لونشير الجياكا هذه سلكت روحها في الطين في الثلج في الحمله تاع الودان. لا غالبا وليت ليها على خاطر شعلاها صحيحه وتتمشى خير من يعني تساعدني في كل حاجه. قدمها ونقص قطع غيارها لم يؤثر في منافستها للمركبات الحديثة الصنع، بل كثيرا ما يفضل مالكوها استعمالها دون غيرها وحتى الشباب منهم. قادر نجيب كاميو زين جديد قادر يعني عندي خير من كاميو كبير. نسجت عديد الحكايات والطرائف عن شاحنة الجياكا، وقيل فيها حتى الأشعار نظرا لما تسببت فيه من حوادث ردها بعضهم إلى سياقتها قديما في المسالك الريفية دون الحضرية. جياكا قايك البيدو شينا وتلقى الفلاح يرفض الخضرة ونعاج، وأنا ليه شريت هذه البالية وهدتني في قاعدة وأماني الأزاج، قلت لها نحشم في الناس الدمروك معايا وأميتيني بدخانك وأزاج لبنوات رشا وما بقت فيهم حية ورن الشد كلها كوراج. وسيلة نقل وصانعة أفراح البدو الرحل هي هاته الجياكا، التي لا تخلو منها منطقة من مناطق الرعية والهضاب العليا عموماً.